دخل الجيل الحالي لفريق طلائع الجيش تاريخ الكرة المصرية من الباب الكبير بعد أن تمكن من التأهل لنهائي كأس مصر الموسم الماضي وخسر بركلات الترجيح أمام الأهلي، ثم رد له الدين مساء الثلاثاء بنفس الطريقة وتوج بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه. رجال المدرب القدير عبد الحميد بسيوني صمدوا أمام أبطال إفريقيا على مدار 120 دقيقة حتى وصلوا لركلات المعاناة التي ابتسمت لهم في النهاية بفضل تألق الحارس الكبير محمد بسام الذي تصدى لركلات بدر بانون وأفشا ومحمد شريف وأهدى فريقه لقبا ثمينا في يوم وفاة مؤسسه ورمزه الكبير المشير محمد حسين طنطاوي. أصحاب الخبرات في صفوف الطلائع كان لهم دورا كبيرا في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم حسن مجدي وخالد سطوحي وعلي الفيل ومحمد ناصف وعمرو السيسي ومهند لاشين، بالإضافة للموهوب أحمد سمير هداف الفريق والحارس القائد محمد بسام. سمير صاحب 27 عاما ساهم في فوز منتخب الشباب بكأس إفريقيا 2013 بالجزائر، ثم شارك في مونديال تركيا في نفس العام، بعدها خاض مسيرة متميزة مع أندية الداخلية والزمالك والإسماعيلي والمصري ووادي دجلة والاتحاد السكندري، ثم وصل لمرحلة النضج الكروي مع انضمامه للطلائع في يوليو 2018 حيث لعب مع الفريق أكثر من 100 مباراة، مرر خلالها 8 تمريرات حاسمة وسجل 23 هدفاً. أما بسام البالغ من العمر 30 عاماً فقد أثبت أنه واحد من أفضل الحراس في مصر خلال السنوات الأخيرة، ووصل لقمة نضجه فنياً وبدنياً هذا الموسم بمشاركته في 36 مباراة في كل البطولات، تلقت شباكه فيها 29 هدفاً وحافظ عليها في 9 مباريات، 2 منها في مواجهة هجوم الأهلي الأقوى محلياً وإفريقياً. عن إنجاز طلائع الجيش السوبر والنادي الأقرب لضمهما في الفترة المقبلة وفرص كل منهما في التواجد بقائمة المنتخب مع الجهاز الفني الجديد، يدور حوار أحمد سمير ومحمد بسام مع شوبير في ملعب أون تايم. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمستمعين. سألنا كل الناس توقعاتكم إيه قبل مباراة السوبر، 95% أو أكتر الأهلي، موضوع خلصان منتهي بنسبة 100%. حتى اللئيم عبد الحميد بسوني مدرب طلائع الجيش لما كان عندي إدى إيحاء للناس إن القصة خلصانة، طبعا ده ذكاء يعني لقم جميل مطلوب، لكن هم كان عندهم هدف، هم عايزين يثبتوا وجودهم، وصلوا لنهاية الكاس، وأنا قلت الكلام ده في البرنامج 3-4 مرات، وانه فريق من الصعب ان انت تكسبه، فريق عنده عناصر جيده وفريق عنده روح وعنده اصرار، وبالتالي عندهم الهدف ان هم ممكن يفوزوا ببطوله السوبر، يلعب بقى مع اهلي يلعب مع زمالك، ما هو مطلع الزمالك من بطوله الكاس، يعني البطوله اللي بيلعب السوبر بتاعتها دي مطلع الزمالك منها، هو متعادل مع الاهلي في النهائي وخسران بضربات الترجيح، لم تبتسم له في الكاس ولكنها ابتسمت له في السوبر عشان يحقق اول بطوله في تاريخ طلائع الجيش. معايا 2 من النجوم طول السنه لفريق طلائع الجيش، هداف الفريق ونجمه كابتن احمد سمير. مساء الفل يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن، منور، ربنا يخليك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بنوتك الجميله اللي كنت شايلها دي اسمها ايه؟ دي كنده، والكبيره تيا. تيا كنده عندها قد ايه؟ كنده عندها داخله في سنتين اهي، وتيا عندها 3 سنين. ما شاء الله، البنات رزق. طبعا، وبان الرزق. الحمد لله، منورنا ومشرفنا كابتن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، منورنا يا ابو حميد. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. ما شاء الله، يعني هو الموسم ضاع منك حتت، بس انا قلت الماتش الاهلي الاخير كنت هايل، واللي قبليه كنت كويس، وختمت خدمته وبدات بقى كافضل ما يكون، وجميل ان العوده بتبقى ببطوله وقدام فريق كبير. صح يا كابتن، الحمد لله. طبعا يمكن زي ما حضرتك بتقول، يمكن ختمنا بالنادي الاهلي، ادينا ده كويس وظهرنا بشكل كويس جدا.
وابتدينا بالنادي الاهلي في بطوله بالنسبه لنا هي الاغلى طبعا، يعني احنا اول بطوله في، انا بالنسبه لي اول بطوله في تاريخي وفي تاريخ بالظبط كده في تاريخ نادي الجيش، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وكان كانا كمان ابقى كابتن الفريق وقائد الفرقه، فبالنسبه لي هتبقى مكتوبه في التاريخ، فاعتقد ان دي حاجه كويسه ليا جدا. بسام بطوله قدام النادي الاهلي، توقعات الناس كلها النادي الاهلي، وبعدين بتيجي عليك انت يا عيني، يعني انا لما كنت واقف جون بصراحه يعني اقول يا رب الماتش ما يوصل لضربات الجزاء، يعني دايما بقول كده، خاصه لما يكون ماتش في مصر، وانت عارف جماهيريه الاهلي او المنتخب الوطني بجد، ولما تيجي خلاص يبقى ربنا كريم بقى احنا ونصيبنا يعني. هل انت كنت حاسس ان المباراه ممكن تطول؟ كنت حاسس انها ممكن توصل لضربات الترجيح ويبقى لك التالق ده؟ والله يا كابتن شوبير، يمكن في اول الماتش مع البدايه ومع الضغوط اللي محطوطه على النادي الاهلي وانه مطالب انه ياخد بطوله، فكان بالنسبه لنا ان احنا محتاجين ان احنا نطول الماتش اكبر قدر ممكن بالنسبه لنا. يمكن كنا متفقين ان لو الشوط الاول عدى والنتيجه 0-0 ده في صالحنا جدا. ده صحيح. فالحمد لله يمكن قدرنا ان احنا نعدي فعلا الشوط الاولاني بالنتيجه تخلص 0-0، وكل ما الماتش بقى، ده السيناريو اللي احنا كنا رسمينه كلاعيبه وكجهاز، ان كل ما الماتش بيطول مع تيم النادي الاهلي، انت بالنسبه لك الضغوط بتخف جدا من عليك. صح. وبتزيد على النادي الاهلي، فيمكن دي النقطه اللي احنا كنا بنلعب عليها، والحمد لله يمكن ربنا سطر واراد ان احنا نعدي حتى الماتش ب 90 دقيقه بان احنا نخرج بالتعادل. لما انتهت المباراه قبل الوقت الاضافي بالتعادل بدون اهداف، كان عندك يعني يقين او شبه يقين انه الوقت الاضافي مش هيدخل فيك جوان؟ بنسبه كبيره يا كابتن، لان ال 120 بعد 90 دقيقه احنا ك ك ك كتيم طلاع الجيش، انا حسيت ان احنا شويه بدنيا طبعا قلينا، لان احنا ما لحقناش نجهز بالشكل المطلوب، وحسيت كمان ان تيم النادي الاهلي برضو الموضوع بالنسبه له قل شويه، فلما حسيت ان الموضوع بيننا وبين النادي الاهلي قل في الحته البدنيه، حسيت ان احنا ممكن نقدر نحافظ على قد ما نقدر ان احنا ما يجيش فينا جون ونوصل لضربات الجزاء، لان احنا يعني بالنسبه لنا موضوع ان احنا كنا نقدر نهدف في النادي الاهلي في الوقت الاكسترا تايم بالذات، كان الموضوع بالنسبه لنا صعب، كنا على قد ما نقدر بنحاول ندافع ونوصل بقى لضربات الجزاء زي ما حضرتك بتقول بتاع توفيق من عند ربنا يعني. طب انا بس هكمل معاك سؤال، بس لسه هرجع معاك في تفاصيل كثيره جدا، لكن ضربه الترجيح الاخيره هنسميها ضربه جزاء مجازا يعني، لما الحكم قال لك استنى هنجيبها ونجيب اللحظه، قول لي مشاعرك كانت عامله ازاي؟ يعني ادي اللعبه يا اخي خلينا نشوفها، يعني هما كان عندهم شك لكن جزء من رجلك كان واضح. انا ما اعرفش اصلا الخط. يا كابتن هنشوفها تاني هنشوفها بالراحه. يعني هنا الفرحه بقت موقفه، نشوف الدنيا كده. بس انت عندك يقين يعني، حتى في الماتش بتضحك واعصابك كانت هاديه، هنا اهو تمام احكي لي. انا كابتن اصلا ومحمد شريف داخل يشوط الكوره، انا ما اعرفش ان دي اخر واحده والله والله. يعني حتى في احنا كلنا ما بنبقاش عارفين والله العظيم. يا كابتن حتى في الاستاد حتى في الساعه لما بنضيع، يعني انا لما الجيش ضيع والاهلي ضيع ما كتبوش الثالثه ولا الرابعه دي. بس كده انت اللي خدمك انك كنت جوه، يعني بص كعب رجلك الشمال لمس الخط، ده اللي فرق يعني. اتفضل. فانا ما اعرفش ان دي اخر واحده. وصدقني والله يا كابتن انا ما شفت اللعيبه وهي بتجي غير وهي على ال 18 عندي. يا نهار ابيض. والله العظيم انا من كتر ما انا مركز من الكره طلعت ولا لا وباصص على الحكم هشوفه هيعيدها ولا لا، انا ما حسيتش ولا شفت اللعيبه غير لما وصلوا ال 18 وما عرفتش غير انها اخيره غير لما لقيتهم واقفين بيتكلموا مع لحظات بقى مصطفى. مصطفى غربال مستني يراجع. لا انا كنت متاكد انها متاكد على يعني انا رجلي على الخط. احمد سمير ما شاء الله موسم اكتر من رائع. كان الناس بتتهمك دايما انك ما بتسجلش قدام النادي الاهلي، ما بتطلقش قدام النادي الاهلي، السنه دي مسجل اظن بدل هدف هدفين في النادي الاهلي. زعلت انك خرجت قبل ضربات الترجيح؟ كان نفسك تسدد ولا قلت لا خليني كده يبقى احسن؟ لا والله يا كابتن ما زعلتش ولا حاجه، لان انا خرجت انا اللي طلبت التغيير، لان انا انت اللي طلبت في الشوط الثالث خلاص تعبت. انا لعبت الشوط الثالث كله وانا اصلا رجليا شد. رجليا شدت بس يعني قدرت ان انا اكمل كده الشوط الثالث، فخفت ان رجلي يحصل فيها حاجه اكتر، ف لما كابتن عبد الحميد يعني خيرني فقلت له يا كابتن انا شايف ان انا رايح احسن، لان لو رجلي فيها حاجه ما تزيدش يعني. لكن طبعا كان نفسي اكون موجود طبعا مع زمايلي، لان احنا يمكن في التصنيف بتاع اللعيبه اللي بيشوط ضربات الجزاء الحمد لله انا رقم واحد. رقم واحد. فكنت لما بتضيع ما بتقلقش؟
لا لا ما بقى ما بقلقش، لان كده كده ده طبيعي في الكوره يا كابتن. وبعدين الحمد لله يعني انا السنه اللي فاتت شوت 7 ضربات او 8 ضربات، جبت 6 جبت 6 وضيعت 2 2 ضيعت 2 فالحمد لله كان معدل كويس. دي كندة ها؟ لا دي تيه. تيه دي تيه كبيرة. تيه الاكبر كبيره دي ان شاء الله ربنا يخليها يا رب. لكن يعني بالنسبه لي انا يعني ضربه الجزاء دلوقتي بقت الحمد لله بقت في ثقه وانا بلعبها، لان الماتشات يا كابتن والمواقف بتعلم. فانا الحمد لله دلوقتي اتعلمت كتير، ويمكن انا كنت بقابل الكلام اللي حضرتك قلته ده، ان الناس دايما كانت بتتهمني ان انا ما بلعبش غير قدام الزمالك، دايما بقدم مستوى كويس قدام الزمالك، قدام الاهلي لا. انا الكلام ده قلته تاني، يعني قلته قبل كده وبقوله تاني ودايما هقوله، ان انا ده بيبقى مستوايا في اغلبيه الماتشات بس. نعم. طبيعي يا كابتن ان اللي بيبقى دايما السبوت بيبقى محطوط اللي على اللي بيجيب جون على الاهلي والزمالك كمان. نعم. فطبيعي ان انا في ماتش الزمالك لما اتالق واجيب جون الناس هتتكلم عليا. نعم. لكن ممكن ابقى عامل نفس المستوى في ماتش تاني وجايب جون بس. نعم. الناس ما بتتكلمش. لو ما كانوا بيقارنوا بين الاهلي والزمالك وما بيهمهمش لا ما هو ما دي المشكله بس ماتشات الاهلي والزمالك. الحمد لله يعني الحمد لله يمكن ماتشات الاهلي ما كانش بيبقى فيها شويه توفيق، لكن الحمد لله دلوقتي بقى في توفيق. الموسم ده بالنسبه لك هو الافضل على مدى مسيرتك؟ يعني انا حتى فوجئت، يعني انا متابع رهيب يعني، بس فوجئت انك لعبت في الاتحاد انت قلت لي 6 شهور. انا مش فاهم ازاي طايرين مني يعني. لكن انا فتره الزمالك طايرين منه هو اصلا طايرين منه هو كمان. مش حاسس كده ان انا بقالي 3 سنين يعني فرقه عظيمه طبعا يعني طبعًا. بس انت ما استمتعتش يمكن. بقالي 3 سنين من اول ما رحت نادي الجيش والحمد لله مستوايا دايما في تصاعد، يعني ممكن اقول ان دي احسن سنه فيهم، لان السنه دي الحمد لله كان معايا توفيق من ربنا كبير. صحيح. لان الحمد لله يعني كان في برضه مع الاجتهاد كان في قرب من ربنا شويه والتزام شويه. حلو. فدي برضه فرقت. تفرق طبعا. تفرق طبعا لان احساسك حتى طبعا. نعم. لان انت بتحس ان التوفيق معاك يا كابتن وان انت دايما بتشتغل وبتعمل اللي عليك وبتاخد بكل الاسباب، وفي الاخر التوفيق بيجي من عند ربنا ونعم بالله. فالحمد لله انا بقالي 3 سنين في نادي الجيش شغال، وكل سنه بيبقى فيه تصاعد وفي مستوى احسن. يمكن دي السنه دي اللي هي يعني الحمد لله فيها نضج جديد. فيها فرقت معايا، وكل الماتشات كمان الحمد لله فرق معايا جدا. بسام في مباراه الدوري يعني تقريبا انقصت 3 اهداف تقريبا في مباراه الدوري، ما بين انفراد ما بين كرات قريبه في المباراة دي، وانا بحلل الكرة بتاعت محمد شريف، انا انت حتى كنت بتباص كنت قدام شوية وبعدين كملت قلت لهم نكمل الغلط بغلط بقى ونبقى نروح في نفس الاتجاه. وقفتك مكانك هي الكرة دي، يعني دي كرة الانفراد. انت كنت مايل شمال شوية وبعدين كملت، شايف انه طلعتك لقدام شوية هي اللي خلت محمد شريف يحطها بالشكل ده بالظبط يا كابتن. يمكن شريف انا يعني انا اعرفه معاكم. بص انت كنت هنا وبعدين رحت مش اوفسايد. هو عامه الناس شايفه على اوفسايد، قلت لهم لا هي مش اوفسايد بعد ما اتلعبت كمان. انا محمد شريف اعرف طبعا، يعني انا اعرفه لاعب كويس جدا، لاعب جامد جدا، ومن الفراوده اللي قدام الجون الفينش صعب يضيع يعني الفراوده بالظبط. نعم. فزي ما حضرتك عارف طبعا يمكن الفراوده اللي بتبقى الفينش بتاعها كبير ده انت لازم تتقل معاه على قد ما تقدر للاخر. تتقل معاه ايوه بالظبط. فهو بمجرد ما شافني ان انا طلعت وقفلت واقف ما خدتش اتجاه لزاويه، هو عايز يحط الكره بطريقه صعبه ان هي تروح في ابعد حته في الجون. فالحمد لله يمكن لما بتقفل كويس الوارد جدا ان انت تطلع، وارد جدا ان هو يحطها بره الجون خالص. ف طلوع السنه الخطوه دي اللي هي بيني وبينه ما فيش 2 متر هي اللي خلته ان هو خلاص عايز يخلص من الكره. دايما بقوله انا بعلق يا بسام انه احيانا طلعه من حارس ما يصدهاش بس بتنقذ هدف. اكيد يا كابتن صح. فالناس بس اللي بتتفرج ساعات بيستغربوا من كلامي، لكن هو ده بالظبط. هي ده، لان يا كابتن انت اللعيب في الماتش عايز يلا 1 و2 ويخلص. مزبوط. مش في التمرين لما حدش هيصبر عليك توقف وترفع عينك وتحط، لكن في الماتشات لحظه انت بتاخد القرار وهو بياخد القرار، وفي الاخر اللي ربنا بقى بيكتب له التوفيق هو اللي في الاخر بينجح. باللعب الزمالك في سنه من السنين مش متذكر كام، واحنا مهاجمين اظن كنا خسرين 1 يعني، وجت واحده لحماد عبد اللطيف في نص الملعب. حماد عبد اللطيف لو جالي 1 لـ1 كان ممكن يرقصني ورقص العرضتين ورقص المدرجات فظيع، وجاري على يمينه ايمن نونس. فكان عندي القرار من بدري جدا 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 ان انا اطلع ان شاء الله تدخل جون، بس اطلع لانه حماده لما هيشوفني في وشه هيستعجل. انا كل ده مش عايزه، لا يباصي لايمن
ولا هو يلعبها من بعيد يعني. فقلت القرار حتى لو طلع متاخر شويه حماده هيشوفني بتقول يا رب يلعبها من مره واحده لانه مش بتاعته حماده لازم يمسك كده. فطلعت شافني اللي عملها طلعت بره شكلي طلع متاخر بس انا خدت القرار من وجهه نظر هو الصح يعني. بالظبط اللي حضرتك شايف انت واخد القرار اللي هو شايفه بالنسبه لك انت اللعيب اللي بالزبط. قدامك دي مش حاجته ان هو لما يلاقيك قدامه يحطها مره واحده مش هيعرف يعمل بالظبط. طيب خليني بقى اروح معاك على اصعب اللحظات يعني مثلا الكره بتاعت قفشه تبدو سهله بس انت سهلتها يعني في جون جاي مطلعها وطاير وانت حتى كان ايه سبب ابتسامتك اللي كانت موجوده؟ هل كنت تحاول تدي للاعيبه اطمئنينه يا بسام؟ دي حقيقة يا كابتن. نعم. انا لحد دلوقتي مش عارف والله سبب الابتسامه ايه بس هو يعني انا سبحان الله يمكن داخل الماتش عندي هدوء عندي احساس ان شاء الله ربنا شايل خير النهارده فاللعيبه متنشنه وانا مش عايز اضغط على اللعيبه اكتر من هي متنشنه وهي مضغوطه اكتر فانا بحاولت على قد ما اقدر اديهم احساس الهدوء. دي الخبره بالظبط يا كابتن. بص ضحكتك هنا يعني ما تقلقوش الحمد لله بالظبط يعني يعني انا حاسس بيهم لان هم فعلا هم مشدودين جدا ومضغوطين وفعلا في الوقت ده احنا كنا مضغوطين جدا ساعتها كان صحيح. الاهلي بيحاول يخلص الماتش في الوقت في 90 دقيقه فكنا مضغوطين والعيال تعبوا يعني كلهم تعبوا بصراحه فالحمد لله الواحد قدر يديهم الثقه والحمد لله يعني بص انت حتى يعني خالد سطوحي معاك مش خالد الزناري مصطفى الزناري سردباك وحش اول لما نزل مكان علي ولا حد حس بالفرق مع الاسماعيلي ادى بشكل جيد لكن سمير برضو بتيجي الثقه من الحارس طبعا يعني لما تلاقي حارس بالهدوء ده يعني انا وانا بقول للبسام بوضوح انه في ماتشات كتير عدت منه يعني في ماتش كان قبلها مش عارف في كره شاطت بيراميدز باين حاجه زي كده حاجه سهله كده لكن ساعات حصلت فيها برضو ماتش اهلي ومقاولين شاطت كده بصيت لها دخلت جول في الكاس كابتن جوري قال لي ريال مدريد يا خايف اللي هجيب جول تاني امتى لكن خليني اسالك يعني بتبدا الثقه منين من الحارس من اللعب الجماعي يعني بتحصل ازاي؟ احنا كابتن يعني احنا متعودين السنه دي بالذات ان احنا كلنا كمجموعه بنصد بس قلبها. انا واحد من الناس زي ما حضرتك بتقول اوقات كتير جدا باخد ثقتي وببقى عارف ان احنا هنكسب النهارده من بسام من الفيل من خالد لما بيلعب فدي حاجه موجوده عندنا. احنا كلنا بنصد بس قلبها لان احنا عارفين ان كلنا واحد لما بسام بيبقى كويس احنا كمان بنحاول نبقى كويسين حتى لو حد فينا مش كويس بنحاول نفوقه كلنا فدي طبعا كلنا بنشتغل عليها من اول السنه ان احنا بنحاول نصدى بالثقه لبعض ونصدى بالتوفيق لبعض النهارده احمد مش كويس صحيح. نحاول كلنا نفوقه نحاول كلنا نبقى معاه ونحاول كلنا لحد ما يبقى كويس حتى لو هيخرج من الملعب قبل ما يخرج من الملعب يخرج وهو كويس عشان ما نخسروش في الماتش ونخسره بعد كده. عايز اسالك سؤال مهم مين كان راس حربة امبارح؟ هو بدينا الماتش الماتش بميدو بميدو جاب بس هم لا يجيد راس الحرب بس هم بس يعني هو جري وتعب وكل حاجه لكن دايما نحطه على الاطراف بس احنا برضه يا كابتن كان في حاجه احنا كنا يعني بنفكر فيها في الماتش ان احنا نبقى عندنا كذا حل قدام شويه يعني انا ممكن في اوقات كنت ممكن ميدو يطلع وانت تخش وانا اخش مظبوط في اوقات ميدو بقى فرود وانا بقيت رقم 10 نعم. وشيكا طلع هاف ليفت وزولا بقى ناحيه اليمين مزبوط. فكنا بنقدر نتنوع في الحته اللي قدام دي وده طبعا الكلام ده كله احنا اشتغلنا عليه لان احنا عارفين ان مفاتيح لعب النادي الاهلي لازم نلعب عليه كويس يعني احنا عارفين ان النادي الاهلي دايما السدباكين عنده بيبداوا الهجمه كويس مزبوط. فلازم يتقفل تضغط عليهم كويس. مزبوط. علي معلول مفتاح لعبه مهم جدا لازم نقفل عليه كويس قفشه فاحنا الكلام ده كله احنا بنبقى دارسينه وبنبقى شغالين عليه فبنقدر بنحاول نوصل في الاخر لانسب خطه او انسب طريقه طريقة احنا نقدر بيها جت لحظتها يعني لا. لحظتها انت فكرت ان لا. ولا انت مقررها لا انا كابتن بلعب خماسي كتير فدي ارض خماسي ايوه فدي بعملها على طول ايوه صح تخلص بجون بس انا وانا بلعبها وقفت تحت رجلي شويه ما عرفتش يعني اهو ماتش ازاي بص حماد عبد اللطيف وايمن يونس بص اتنين رايحين بص انا فين لا قلت له لا جاي لي لانه هياخد اللي جاي ده وجاي راحت في المدرجات صح يعني خلاص هو مش هيعرف يلعبها خلاص انه حماده خلاص يعني وانا كمان خلي بالك مش شايف زميلي قوي بالظبط يعني وبعدين ايمن كان جايب جونين فيا قبل كده
فبرضه انت بتقعد تحسبها في الملعب. أيوة كابتن، قرار لحظي يعني، ولو دخل فيها جون الناس هتحملني. الناس اللي قلت ماشي صح، بس بدل ما يجي هو شاطر يعني، هو الاتقان بتاعه مش في مش في ان هو يحط واحد لواحد، الاتقان بتاعه انه يجي لك واحد هو حتى نفسه قال لي اهو ده نفس القصه مع الفارق طبعا يعني، ده انفراد اقرب واصعب، لكن قفل الزاويه بيكون مهم جدا. بقى بص هتلاقيها، بص التمريره والسبرنتات يعني، الكره لو مع كابتن ايمن مش هتطلع دي كلها. لا ايمن انا مستني هيجي لك بالظبط يعني، لكن خلاص بره ما كانش لسه في الطرد، فهو شافني والله. بص اصل ايمن اللي اتعملت له كده بوش رجله ايمن انفرد، وهو مكمل معاه تاني او هو مكمل عدى ده، تبقى يعني كان تفكيره ربنا ستر يعني الحمد لله. خلينا بسام بقى اروح معاك للماتش، الاختبارات الصعبه، وكنت خايف من مين من لعيبه النادي الاهلي في اللقاء؟ يعني انا بالنسبه لي مفاتيح اللعب كانت لنادي الاهلي اللي احنا كنا دايما بنشتغل عليها، كان قفشه ومحمد شريف وعلي معلول، الثلاثه دول بالنسبه لنا كانوا اكمن خطوره رهيب بالنسبه لنا، لان هما كمان محمد شريف من الفراوده الذكيه جدا اللي بيقطع من السردباكين وبيستغل سرعته وبيستغل بالظبط، فكنا بنشتغل على الحته دي كويس جدا. يمكن انا كابتن برضو من خلال حضرتك عايز اشكر الكابتن سيد سوركي بامانه، مدرب من المدربين المحترمين جدا يا كابتن. يمكن انا قلت برضه قبل كده من المدربين انا شهادتي مجروحه فيه، يمكن عشان هو معايا مثلا بقاله 3 سنين ولا 4 سنين، لكن صدقني والله يا كابتن لو سالت اي جون في مصر اتمرن مع كابتن سيد هيقول لك كابتن سيد شخصيته لا بجد حاجه طبعا محترمه جدا. والاسماعيلي طلع 2 تقال، سعفان وسيد سوركي الحقيقه، والكابتن ضهراوي برضه كابتن دهراوي يعني ما عشرتوش عشان اقول لك دول اصحابي، عشان هو عشان دربني طبعًا عشان دربني كمان، فهم طبعًا بصراحه مدربين الاسماعيلي يعني عدوا علينا كتير في النادي، فبصراحه الواحد يعني انا بشكر الكابتن سيد جدا على الفتره اللي قضاها معانا وعلى الخبرات اللي ادهاني وعلى المذاكره اللي بنذاكرها قبل الماتش. بتذاكره جدا؟ ذاكرت ازاي قبل ماتش الاهلي؟ بص يا كابتن، احنا الكابتن سيد دايما احكي لي بقى، ده مهم. الكابتن سيد دايما قبل اي ماتش، احنا مثلا هنلعب النادي الاهلي، بنيجي بنشتغل بنشوفهم تكتيكين بيشتغلوا ازاي، هل بيشتغلوا انفرادات ولا من على الجناب كره عرضيه ولا تسديد من بره 18، فدايما شغل النادي الاهلي بيبقى على طول برضه عرضيات، برضه شغل من العمق شوتينج، فكل ده كنا بنشتغله، بنشتغل العرضيات اللي بتبقى راجعه لتحت مش بتتعمل بالعرض على طول، فالحاجات دي كنا بنشتغلها كتير قوي يمكن على من خلال 4 5 ايام قبل الماتش، فبيبقى عندك مخزون للكلام ده قبل الماتش، فبتلاقيه في الماتش تحس ان الموضوع بالنسبه لك عدى عليك مره واثنين وثلاثه في التمرين، بيختلف في الماتش بس بياخد منك شويه ان انت طبعًا تبقى طبعًا جالك الموقف ده قبل كده، فبنبقى مش شغالين على الكلام ده، والحمد لله طبعا بعد توفيق ربنا لما بتشتغل التوفيق هيجي لك. اللي ما ذاكرتوش ولقيته في الماتش؟ لا كابتن صدقني والله ما فيش، ذاكرت كل حاجه الحمد لله. يمكن انفرادات بنشتغل على القفل، الكره العرضيه، الكره اللي راجعه، حتى ال1 2 بتاع قفشه ومحمد شريف اللي اتعمل وطلعنا، متعودين ان خلاص هو الراجل وصل في الحته دي، هو محتاج يخلص مش محتاج ان هو يحط ويرفع عينه، انت لازم تبقى ثابت، طول ما انت ثابت هتقدر تتعامل. تعرف ايه لو كملت، لانها راحت لقفشه كان في واحد على شمال واحد قدامه، يعني لو كملت بقى التيكي تاكا دي حطها بره خلاص يعني، دي بقى مش بتاعتي بالظبط. لكن اللي في يعني بص خلي بالك بقى، معرفش مين اللي مكمل، قد يكون شريف لما شريف. راحت بص هي اتعملت حلو قوي ما بين علي وقفشه، يمكن عمرو، لا شريف بس كابتن سعيد في اللحظه دي ممكن اي حد يبيع نفسه انه هيحط خلاص في البعيد مظبوط، فهو ساعتها انت قرر بتقف، انت لو وقفت ممكن تطلع البعيده وتطلع الضيقه، فالحمد لله عندك الفرصتين بالظبط يعني. نعم فالحمد لله يمكن احنا قرينا صح ان احنا وقفنا وهو حط فعلا في الضيقه، والحمد لله الواحد كان قاريها. هنا لازم نتكلم على دور مدرب الحراس، وانت بتتاكد على دور كابتن سيد السوركي ما بقاش فهلوه بسام؟ لا يا كابتن خالص صدقني والله الموضوع ما بقاش فهلاوه خالص، بقى كمان انت هو بينقل لك خبراته صحيح، وبيذاكر لك الفرقه اللي قدامك، وبيقول لك مواطن القوه ومواطن الضعف، زيك بالظبط، زي هو زيه زي المدير الفني بالظبط، يقول للعيب اللي هو بيشتغل تكتيكيا ازاي كفرقه كلها، انا معايا مدرب واحد بيشتغل معاه تكتيكيا برده في الملعب، احنا هنقابل ايه ومش هنقابل ايه المهم بالنسبه للخط الهجومي للفرقه اللي هنلعبها، وايه اللي مش ممكن نلاقيه في الماتش ده. صحيح، خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا مع ابطال السوبر، كابتن محمد بسام، كابتن احمد سمير، نجوم نادي طلع الجيش.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين. احمد سمير، باللحظات اللي قلت السوبر ضاع؟ لا والله يا كابتن خالص، لا يعني ممكن اقول حاجه يمكن كنت قلت عليها البسام، كنت انا صاحب الفكره دي. انا قبل الماتش كده بثلاث ايام، احنا عملنا معسكر قبل الماتش باسبوع مظبوط، فكنا قاعدين بنتعشى مع بعض. فقلت له يا بسام انا عايزك، بس عايزين نعمل حاجه. فاللعيبه قالت لي ايه هي؟ قلت له انا عايز اجيب ولادي، وانت هات ولادك وزوجتك وزوجتي واللعيبه كلها، تجيب يعني قصارهم قصارنا عشان نحتفل معاهم في الملعب. ياه والله العظيم يا كابتن حصل، اقسم بالله قبل الماتش باربع ايام او خمس ايام، فكله استغربني. فقلت لهم انا عارف، انا بقول لكم احنا ان شاء الله هنكسب وولادنا هيحتفلوا معانا في الملعب. والله العظيم، والله العظيم يا كابتن. بص يا كابتن، هو الاحساس ده بيجي مش بيجي كده، هو جاي من انا عارف ان احنا تعبنا واجتهدنا وربنا بيسبب الاسباب. ربنا سبب في حاجات بتحصل قبل الماتش كتير يا كابتن، زي يعني في لخبطه وفي حاجات غريبه بتحصل، ان احنا الماتش اتعمل اتحدد واحنا لسه احنا كنا اجازه، ولما رجعنا مفيش وقت ان احنا نلعب النادي الاهلي 120 دقيقه لو الوقت لو تعادلنا، واللعيبه مش جاهزه وخدنا اجازه فصلنا، ان احنا نرجع تاني نخش في جو الماتشات، حاجات كتير جدا. حصل الحاجات دي اديتكوا دوافع اكتر؟ الحاجات دي هي اللي كانت مدياني ثقه كامله. انا اكتر يعني الحمد لله انا كان عندي ثقه كامله جدا ان انا عارف ان ربنا هيوفقك. كنت حاسس انك هتجيب جون؟ كنت عندي يقين ان او عندي احساس كبير جدا ان انا هجيب جون وهكسب الفرقه. والله فكنت بلعب على الاساس ده، لان انا كابتن لما قعدنا اتكلمنا مع بعض انا قلت كلمه للعيبه، قلت لهم يا جماعه احنا مش هنلعب سوبر كل يوم. صح. الماتش ده ممكن كل واحد فينا يلعبه مره في حياته. صح. فانت لو انت تخيل ان انت 90 دقيقه في حياتك كلها واقفه على تاريخ ليك. يمكن انا كابتن الحمد لله يعني مع نادي الزمالك كسبت قبل كده الدوري والكاس، لكن ان احنا ناخد بطوله في نادي بابا الاهلي والزمالك، يمكن حضرتك عارف معناها، قيمتها كبيره جدا. مفيش غير حرس الحدود وانبي خد البطوله، وكمان يا كابتن من مين؟ انبي ما خدش السوبر ولا لا؟ انبي خد السوبر وكاس السوبر. انبي وحرس الحدود المقاولين. وبناخد البطوله من مين يا كابتن؟ بناخد البطوله من النادي الاهلي بطل الدوري والكاس. والجيل ده نادي طلع الجيش على مدار تاريخه ما دخلوش بطوله. نعم. فاسمنا هيتخلد طول عمرنا في اسم في ده كان اليقين اللي جواك والاحساس اللي جواك، الشعور ده كان جوايا طول الوقت. انا شايف يا كابتن ان الماتشات دي، ماتشات النهائي دي ما بيبقاش فيها اهلي ولا زمالك ولا زمالك. هو ماتش 50-50، عشان كده تلاقي فرقه صغيره ممكن تاخد ده طبيعي. لان انا مش لسه هاخد نقط وان انا هنافس ده هو ماتش عملته كويس وركزت فيه هاخد بطوله. فده كان احساسي، وما جاليش ولا مره يا كابتن والله بجد ان انا ممكن ان أنا والله العظيم ان انا مثلا احسس ان السوبر حتى في الملعب. والله يا كابتن كنت حاسس ان دايما احنا اللي هنسجل واحنا الاقرب واحنا اللي هنجيب، مع انه الاهلي نظريا كان اقرب او عمليا في الملعب كان اقرب. وانا يا كابتن يعني لو انا صدرت الزمالي كده ما حدش فينا بنتكلم طول الوقت معاهم في الماتش، بنتكلم كلنا كلنا بنتكلم من اول بسام لحد بس اخر. بسام صوته عالي؟ والله بسام يا كابتن صوته عالي، بس يعني ايه بسام من الاجوان اللي هو الايه حنينه شويه في الملعب. يعني لو زعق وتنفذ ولقى نفسه ان هو بعدها على طول يروح نادي اهلي وضاحك او نادي اهلي غيري وضاحك، فالموضوع واحنا عارفين يا كابتن ان كلنا عارفين ان بسام اكتر حد بيبقى مصلحته وقلبه علينا كلنا مأمن. فاحنا عارفين وبنسمع منه وبنبقى عندنا ثقه فيه. بتبقى بتلعب وانت مطمن للجول. طبعا انا لسه قايل لحضرتك ان احنا كلنا بنصدر الثقه لبعض. فانا عارف ان بسام حتى لو زعق لي وتنفذ عليا انا عارف انه للصالح العام. فانا طبعا بتقبلها، لكن كمجموعه كلنا احنا لما قعدنا واتكلمنا، يمكن بسام يوم الماتش قعد معانا واتكلمنا في الماتش، اتكلمنا في كل الكلام انا بكلمه حضرتك ده كده. يعني ان احنا مش هنلعب الماتش ده كل يوم. احنا النادي الاهلي مهما كان مش هل الاهلي كان في شويه ثقه شويه في الملعب قدامكم؟ يمكن هو ده برضو الحاجه اللي ممكن تكون ادتنا افضليه شويه، ان الطبيعي ان ممكن يعني يكون النادي الاهلي نازل وعارف ان هو يعني الاغلبيه ليه، ان هو الاقرب للبطوله، فدي ممكن تكون شويه خلت لعيبه الاهلي مش نازله بالحميه ان هم يبقوا مستعجلين على الماتش زي ما بيقولوا. واحنا طبعا يا كابتن احنا كفرقه نادي الجيش في مصلحتنا كل ما الماتش يطول الوقت 0-0 لينا. واحنا كمان كنا باسمين السيناريوهات دي كلها، ان احنا لازم اول ربع ساعه البدايات
ماتش نهائي، البدايات بتفرق جدا، اول ربع ساعه ما ينفعش تستقبل هدف، ما ينفعش تبقى البدايه بتاعتك او دخولك في الماتش باهتزاز، لازم بعد كده الربع ساعه التانيه نقدر نشتغل ونفرد اسلوبنا ونلعب، الربع ساعه الاخيره نبتدي نهدى علشان خاطر في شوط تاني وممكن الماتش يوصل معانا 120 دقيقه. فكل السيناريوهات دي لما رسمناها واتكلمنا فيها واشتغلنا عليها مع كابتن عبد الحميد حصلت في الملعب، حصلت في الملعب والحمد لله، يعني التوفيق كان معانا الحمد لله. طيب خليني بقى اسالك انت دورك ككابتن الاول، لانه الامر مش سهل. دور الكابتن زي ما انت قلت لي مثلا دور الكابتن سيد سويركي معاك مهم جدا كمدرب لحراس المرمى. خلصنا الجزئيه دي، لما تبقى كابتن تيم بتواجه النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي، وفي مباراه في بطوله، مباراه بتساوي بطوله في 90 او 120 او وصول ضربات ترجيح، عملت ايه؟ اشتغلت ازاي طوال الفتره بتاعت المعسكر مع زملائك؟ وطبعا مع الاداره المحترمه جدا جدا عندك، ومع المدير الفني الجميل يعني كابتن عبد الحميد باسوني اللي بحييه، والسيد العميد احمد المهدي، وكل بقى الاداره المحترمه في طلائع الجيش. يمكن يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، بصفتي انا كابتن فرقه، فكان الموضوع بالنسبه لي انا كان بالنسبه لي حلم ان انا اشيل الكاس وابقى اول كابتن في تاريخ النادي يجيب بطوله للنادي، فكان حلم بالنسبه لي انا بشتغل عليه. ويمكن بصراحه للامانه يمكن اللعيبه كلها كانت مساعده ان الحلم ده يتحقق بصراحه، كلهم بالجديد وبالقديم وبالناس اللي كانت موجوده كلها كانوا محتاجين فعلا بطوله زي دي تكلل مجهود السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. يمكن بقالنا سنتين بنأدي بشكل كويس جدا في الدوري ونتائجنا بتتحسن تدريجيا، وبنبقى بنفنش الدوري بشكل كبير وبشكل كويس جدا، فما كنا محتاجين حاجه تكلل مجهودنا. فكان الكلام كله يا كابتن عباره عن ان انت بتتكلم معنويا، بتتكلم بتعوض حته الاعداد الاقل شويه بالظبط يا كابتن، ضيق الوقت. نعم. يمكن كمان احنا يعني نادي الجيش بيجيب لعيبه اسامي، ولعيبه كبيره اساميها كبيره، فانت غصب عنك بتتعامل مع لعيبه نجوم، لازم يبقى ليك طريقه تانية تتعامل بيها مع اللعيبه اللي جايه، كلهم لعيبه محترمه. كم سنه في طلائع الجيش دلوقتي يا بسام؟ دي ال 15 15 سنه في طلائع الجيش؟ 2007 ده توتي بتاع طلائع الجيش. انت بتتكلم جد 15 سنه؟ والله ما اتحركتش من طلائع الجيش؟ لا لا خالص يا راجل، والله فاتح النادي يعني انا ده جد فتحت النادي والله سمير في المعسكر، والله بجد قاعدين بنتكلم. لا لا مش ممكن، ممكن. ما ينفعش ما ينفعش يوم يعدي من غير ما يعني مع المفتاح هو هو اللي فتح، هو دخل فتح النادي. بنتكلم عن الماتش وبتاع، يا بسام انت لازم تاخد البطوله دي. طب ليه لازم يا بسام؟ ده انت كنت معدي من الشارع لقيت باب مقفول، رحت فاتح الباب وداخل لقيت نادي الجيش، انت انت يعتبر اللي مؤسس النادي. صحيح. ده انت معاه من البدايه خالص فعلا، من ساعه ما صعد، من اول سنه ليه دوري ممتاز. انا موجود في فريق. في مر عليك كام جون؟ انت مر عليك الشناوي؟ انا مر عليا كابتن غريب حافظ، كابتن وائل خليفه، عاطف السعيد، وائل خليفه، عاطف السعيد، محمد الشناوي، عماد السيد، خدت انا بقى منهم ال بس ما لعبتش عليهم شويه؟ لا لا ما لعبتش على ولا واحد من دول غير عماد. في الاخر كان الشناوي مشي وكنت انا وعماد واحد واثنين. لعبت. بس انت بقالك كتير ما شاء الله اساسي في الفرقه. بالظبط يا كابتن، دي يمكن السنه الرابعه اساسي. يا لعبت 26 سنه؟ لعبت 26 سنه. وكل ده ما نقنقتش يعني؟ كان لسه كل ده بيفتح. انا اول لا 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 دخلت في الكاس طبعا، خدت ماتشات في الكاس مع كابتن عماد سليمان، كابتن احمد ضهراوي، دخلت كانت انا لعبت اول سنه ليا في ماتش في الكاس كانت 2010 قبل ال من 11 سنه. ده احنا نحكي بقى من كتب التاريخ يا عم سمير. دي اول ماتش ليا في الكاس ما شاء الله عليك، دور ال 32 ولعبت كملت دور ال 16 والدوري ساعتها بقى اتلغى والكاس اتلغى وكل حاجه وقفت، وبعد كده رجعنا بقى من 2012. ايه اللي اتغير في الشناوي لما كان زميلك وما كانش اساسي في طلائع الجيش؟ هو عانى معاناه شديده جدا ساعتها وحكى لي، بس ما كانش الكابتن الضهراوي المدرب ساعتها. لا كان كابتن محمد يونس. وبعدين كابتن محمد يونس جه مع كابتن فاروق جعفر. هو اللي جاب محمد الشناوي من النادي الاهلي بعد ما خلاص كان عدى السن. وكان مديله ثقه كبيره جدا ولعب الشناوي. خد فتره لعب اساسي مع كابتن محمد يونس، يعتبر هو اللي اداله الفرصه في الاول. فلعب فتره كبيره وبعد كده من السنه كابتن اسامه عبد الكريم باين جه بعد كده. كابتن اسامه جه بعديها مع عماد السيد. فكانوا الاثنين جايين مع بعض، فكان حصل مشاكل ما بين الشناوي وبين عماد شويه في اللعب مش في اي حاجه تانية. الاثنين كانوا عايزين يلعبوا،
ففضلوا ان واحد منهم يخرج كان شناوي بالظبط. شناوي خرج راح الانتاج وبعد كده راح الحرب. تعالى اروح معاك بقى على ضربات الجزاء لانها انت عندك تجربه قاسيه في نهائي الكاس وكنت في السنه دي صادت تقريبا 80% من ضربات الجزاء اللي اتشاطت عليك. بالظبط السنه دي ما كانتش موفقه قوي معاك. بالظبط صح. فحاجه غريبه شويه ايه اللي حصل بقى؟ قول لي بقى هنا المذاكره وانا سمعتك بس يعني احب في ناس كتير بتتفرج عليك لاول مره ذاكرت ازاي حفظت ازاي بس قول بالظبط اللي حصل. هقول لك لان ده مهم. رقم واحد هو بلينات دي توفيق من عند ربنا ونعم بالله كويس يعني دي بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر بس ربنا مش هيدي التوفيق غير للي بيستحق. يعني اللي يستحق او بيجتهد في نعم. حاجه معينه يمكن انا كنت تصد 3 بنالتي من 5 من الاهلي ده رقم كبير 3 من الاهلي مش مثلا معلش ممكن اقول حاجه في الموضوع ده انا يمكن انا وبسام كل يوم بعد التمرين لازم ممكن اشوط عليه مثلا من 10 11 ضربه جزاء والله والله كل يوم وممكن غيري تحدي يا كابتن تحدي بعض تحدي ما بقاش بلينات كده وخلاص فهو بسام في الموضوع ده بيركز فيه جدا جدا يعني يمكن اغلبيه الوقت انا عليت في ضربات الجزاء بسبب ان انا بشوط عليه كتير وهو عالي اكتر ان نعم. هو بيتشاط عليه كميه ضربات نعم جزاء كتير جدا نعم. لكن هو كابتن اليوم اللي قبل الماتش اليوم اخر يوم اخر تمرينه الفرقه ال 20 لعيب شاطوا عليه شاطوا عليه صد مثلا حوالي 12 13 ضربه جزاء ادت ثقه ادتك ثقه طبعا يا كابتن ارجع لحته المذاكره أيوة. دي يا كابتن احنا لعبنا نهائي الكاس مع النادي الاهلي يمكن 80% من الناس اللي شاطت في نهائي الكاس هي اللي شاطت في نهائي السوبر هو نفس القوام لكن اللي فرق ان انا عرفت مين بيشوط وبيشوط ازاي وبيشوط فين يمكن بدر بنون كان اول سنه ليه يبقى موجود ويمكن تاني كان ثالث او ثالث ماتش ليه نهائي كاس معاه ضدنا ما كانش معروف بالظبط ما كانش معروف فحطها في نفس الزاويه اللي حطها فيها في نهائي السوبر بس حطها عالي انا رحت الناحيه الثانيه وهي اتحطت عكس اتجاه المره دي انا كنت رايح هي حظك كمان الجميل انها ما قلتش زي المره الاولانيه لو قلت خلاص بقت صعبه بس انا كنت رايح عالي برضو عالي بس هي لو عاليه زي الاولانيه طبعا هتبقى صعبه لكن انا رايح عالي يعني برضو ما هو باين اهو يعني بس الاولانيه قصدي كانت فوق قوي عاليه بالظبط بالنسبه لنا كحراس مرمى هنعمل ايه بالظبط نعم هو ما غيرش وانت قاري كويس الحمد لله نعم. دي حاجه كان قفشه برضو حط في على يميني في نهائي الكاس بس جت في العرض جت في العرض فانا رحت على يميني برضو حط عالي بقى تبقى زي ما حضرتك بتقول صعبه حط عالي هتطلع في العرض تطلع طبعا بالظبط يمكن محمد شريف انا حضرت معاه معسكرات في المنتخب لحد ما فاكر هو بيشوط ازاي وكان في بينا دايما في التمرين تحدي في المعسكر اتبسطت لما لقيته جاي الشوط الاخيره ما هو في واحد ايه بتبقى مرتاح نفسيا يعني مثلا عمرو السوليه تقلق منه علي معلول تقلق منه مظبوط ولا انا غلطان لما بيجي بقى واحد زي شريف مثلا رجليه مش قويه قوي او ما بيركنش بعيد قوي او انت حظك عليه في التمرين تقول ايه ممكن تبقى بتاعتي لا يا كابتن يعني ما اطمنتش والله لان شريف فرود كبير لا 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 انا ما عنديش خلاف انا قصدي ايه انه ممكن يكون حظك عليه في التمرين أيوه. فحافظه شويه فبيخاف شويه كده يعني لا يا كابتن هو انا والله لو هتصدقني انا حتى ما خدتش بالي من شريف غير بعد الكره ما خلصت انا اخر كره دي انا مش شايف أنا يعني مش تركيزك وصل بقى المرحله والله العظيم يا كابتن شوبير والله دي حقيقه انت لعبت على الكوره في الاخيره على الاخيره انا رحت نشوفها تاني بالظبط انا لا شايف مين اللي هيشوط ولا عارف ان دي الرابعه ولا الخامسه ولا عارف لو كسبنا خلاص هو بيحط رجله خلاص بدات انت تتحرك مع الكوره بالظبط ومن توفيق ربنا انها جات لك قريب الحمد لله يعني دي يعتبر اسهل اخفهم بالظبط اقل ضربه جزاء اتشوطت فعلا هنا خلاص هنا بقى خلاص هو لسه بيراجع من الحكم انا ما حسيتش بان هي اخر واحده اللي جت عليك تحضني بس يعني المذاكره بتفرق طبعا يا كابتن طبعا طبعا وانك تبقى عارف ده بيشوط فين بنسبه كبيره دي بتفرق معاك بتفرق معاك جدا نعم لان يعني انت ممكن تبقى راجل بتشتغل على زاويه بس او بتشتغل على توقع صح. بس ماشي انا ممكن اشتغل على التوقع واشتغل على نسبه بالنسبه للراجل اللي داخل شوت ده بيشوت على يمين الجون بيشوت على شمال الجون بس اجمل حاجه انت قلتها انها في البدايه والنهايه توفيق ربنا طبعا سبحانه طبعا. وتعالى هو المفتاح لسه معاه ولا لا ما هو اللي هيقفل برضه هو اللي هيقفل هو ناوي يقفل السنه دي ولا مكمل
يعني لحد دلوقتي فاتح فاتح. خلينا نروح لفاصل ونكمل حوارنا مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن محمد بسام، كابتن احمد سمير، نجوم نادي طلائع الجيش اللي فازوا بالسوبر لاول مره في تاريخ هذا النادي بالامس مع النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين. كابتن احمد سمير، بالتاكيد الاداره بيبقى لها دور والجهاز الفني بيبقى له دور، لانه برضو الناس بتقول انه الماتش وبتدافع وكل حاجه الدنيا والظروف كده، لكن في اجواء كانت مهيئه ليكم عشان المكسب ده في النهايه. طبعا يا كابتن، طبعا ده من خلال حضرتك يعني احنا انا عايز اشكر العميد احمد، عميد احمد مهدي، يعني يمكن قايم بدور كبير جدا جدا معانا. ده صحيح، بيشيل عننا حاجات كتير جدا، بيقف في ظهرنا في حاجات كتير جدا، ومش لوحده الصراحه، احنا معانا منظومه اداريه وفنيه كبيره جدا. فمن خلال حضرتك انا بشكرهم، والفوز ده بيبقى فيه ناس لازم تستحق ان هي تبقى موجوده فيه، في العميد احمد المهدي طبعا بنشكره، كابتن يوسف عفان مدير الاداري، كابتن مختار مدير شؤون اللاعبين، كابتن عبد الحميد باسيوني عامل معانا طبعا شغل كبير جدا وباين ده في الملعب، فيها كابتن معانا كابتن ياسر علي وكابتن احمد ابو عزيز، مدربين على اعلى اعلى مستوى. ياسر كان لعيب في الاهلي يعني يعني بجد. وكمان احنا الموضوع ما بيننا كابتن ان في صحوبيه اكتر من المدرب واللاعب، مصاحبنا وكويسين معانا جدا، واحنا كمان بنحبهم، فده بينعكس علينا في الملعب. يعني انت لما تحس ان المدرب بتاعك صاحبك وقلبه عليك، ده دي انت انت بتبقى كمان عايز تديله كل اللي عندك، فدي طبعا فرقه معانا جدا، وانا من خلال حضرتك بشكرهم. يعني هسألك سؤال فني برضو، لما يبقى معاك راس حربه، نصر منسي، عمرو جمال، عمرو مرعي، يعني راس حربه بتعتمد عليه، بتبقى الدنيا برضو مريحه شويه او مطمن شويه. عدم وجود راس حربه، الثلاثه مشوا مره واحده، كان محسسك بالغربه شويه، مصعب الدنيا شويه؟ طبعا بس ده كابتن اللي كنت بكلم حضرتك فيه دلوقتي، ان انا في الماتش ده لو بلعب لوحدي ما كان عندي، ما عنديش مشكله. العب مع مين؟ انا عارف ان الموضوع ده كان مصدر لي انا كاحمد سمير يعني قلق، ان انا كان ناصر بيساعدني جدا وعمرو بيساعدني جدا. عمرو مرعي يمكن مشاركاته كانت قليله، بس احنا كنا عارفين واثقين ان معانا فرود في اي وقت هيلعب هيبقى كويس. فده انا ما كنتش بحاول احسس نفسي بيها كابتن، لان انا كنت عايز اطلع باكبر استفاده من الماتش. انا حتى لما ميدو لعب فرود قعدت اتكلمت معاه قبل الماتش بيوم، ميدو هيبقى مفيد جدا، او بيومين قعدت اتكلمت معاه، وفي يوم يا كابتن او في يومين قدرنا نفهم بعض بشكل يعني مش كبير، بس ان احنا نقدر نلعب مع بعض. قلت له ميدو انا بتحرك كذا وبعمل كذا، وانت ميدو لما تبقى الكره، فده فرق معايا. فانا كابتن يعني ما كانش فرق، هم طبعا لعيبه كبيره طبعا وجودهم معانا لا خلاص واضح ان الروح كانت على حالها. لكن انا ما كانش فارق معايا ان مين يبقى موجود، اهم حاجه ال 11 راجل اللي موجودين في الملعب يكونوا كلهم قلبهم على قلب بعض، ان احنا دي بطوله مش هنسيبها، والحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها. تكتيك الاهلي ساعدكم في الملعب شويه، وسلوك اللعيبه لما خسروا الدوري، خسروا السوبر قدامكم، كان عامل ازاي؟ لا السلوك ده، لعيبه الاهلي لعيبه محترمه جدا يا كابتن. كلهم لعيبه كبيره قوي، لعيبه يعني محترمين جدا في الملعب، يمكن ما كانش فيه اي نوع من انواع العصبيه ولا العنف معانا او اي حاجه. التكتيك يمكن تكتيك النادي الاهلي، انا حسيت شويه في الماتش ان الريتم الى حد ما بطيء شويه، بطيء، فده كان بيساعدنا ان احنا نقف كويس، بيساعدنا ان احنا نقدر نقفل المساحات بشكل كبير، خاصه ان الملعب برج العرب استاد واسع جدا. فحته البطء شويه دي هي اللي خلتنا ان احنا الحمد لله نقدر نقفل الدنيا شويه. يمكن كان هدفنا الاول والاخير اللي بنقدر، اللي دايما بنكرر فيه، ان احنا ما نتخطفش في اول ربع ساعه، ما ندخلش في الجون بالظبط اول ربع ساعه. بالنسبه للنادي الاهلي لو جاب جون الموضوع بالنسبه لك بيبقى صعب جدا. علاقه بينك وبين الشناوي عامله ازاي؟ انا كنت زميله في نادي طلائع الجيش، بعدين هو اتحرك كتير، بعدين بقى النادي الاهلي، ودلوقتي كلام كتير انه بسام قد يذهب الى النادي الاهلي من جديد. شكل العلاقه واخبار مفاوضات النادي الاهلي معاك ايه؟ والله كابتن انا والشناوي يمكن حتى بعد ما هو ما مشي احنا علاقتنا كويسه جدا ببعض، ما زلت جدا جدا. الشناوي بالنسبه لي اخ اكبر، و اتعاملت معايا 3 سنين في نادي، كنا بنقعد مع بعض في اوضه واحده، يعني والله جونين كنا بنقعد مع بعض في اوضه واحده، نادرا ان انت عارف حاجه زي كده، صفصفه على واحد في الاخر يعني، ما ينفعش تقول 10 غلط نادرا جدا لما جونين يقعدوا مع بعض. والله دي حقيقه يا كابتن. الا مع نادر السيد، قعدت مع نادر شويه بالظبط، فهي بتبقى يعني انا كنت برتاح معاه وهو بيرتاح معايا جدا، فعلاقتنا كويسه جدا جدا ببعض.
يعني شناوي من الشخصيات الكويسه جدا والمحترمه جدا يا كابتن شوبير. وليدر محترم، كابتن محترم، وحاجه حاجه محترمه يعني. ف طيب يعني من كابتن طلائع الجيش وحارس مرمى بتروح منتخب مصر الى مفاوضات مع النادي الاهلي مع الحارس الاول في مصر ببراعه الناس كلها بتتكلم، حتى في الماتش ده شال 2 بنالتي كتر الف خيره يعني. هل ما زال حلم النادي الاهلي بيراودك؟ هل ما زالت المفاوضات موجوده؟ واذا رحت النادي الاهلي المنطقي والطبيعي على الاقل في البدايه هتبقى احتياطي، وده حصل مع علي لطفي برضه كان علي في المنتخب الوطني. احكي لي. والله يا كابتن انا قلت قبل كده برضو يمكن اللاعب الاهلي والزمالك ده شرف كبير، واي لاعب في مصر بيتمنى ان هو يمثل النادي الاهلي او النادي الزمالك لو اكيد في عرض اكيد الواحد مش هيقدر يرفض حاجه زي كده، بس في الاول وفي الاخر ده قرار اداره. نعم. وقرار تفضل لك سنه بالظبط. نعم. وانا تحت امر نادي الجيش في اي حال من الاحوال. انا مش هقدر بعد العشاء دي. لو قالوا لك جدد هتجدد يعني. لو قالوا لي جدد بالدنيا تبقى تمام وانا راضي وهم راضين وفي اتفاق عن القصه دي، انا طبعا ما عنديش مشكله خالص، لان ده بيتي في الاول في الاخر و14 سنه يعني حاجه كبيره جدا. فمش هتبقى فيها مشكله. في نفس الوقت لو خدت قرار ان انا امشي برضو مش همشي غير وهم راضيين. ده صحيح. ولما امشي مستقبلك في النهايه طبعا بالظبط. نعم. وهرجع في وقت ما ارجع سواء لاعب سواء اي حاجه تانية هرجع لبيتي نادي طلائع الجيش، ده في الاول في الاخر. طيب ده بيتي. المفاوضات ما زالت مستمره مع النادي الاهلي؟ لا ما فيش. حصلت ازاي ووقفت ازاي؟ يعني هي حصلت عن طريق مسؤول حصل اتصال بيني وبينه اللي هو امير توفيق. بالظبط. قول انا هترجم. ايوه يعني الترجمه عندي. الترجمه فوريه يعني. برضو نعم. وفي ناس طلعت قالت ان ده ما حصلش، لكن نعم يعني انا مش هقول حاجه ما حصلتش، لكن الكلام ما حصلش مع الاداره. الكلام حصل معايا انا وما وصلش للاداره. نعم. فبسال العميد احمد طبعا. العميد احمد طبعا كانوا بيجسوا نبضك يعني. بالظبط. وانا طبعا ما كانش عندي مشكله طبعا كابتن زي ما قلت لحضرتك، لكن كان ردك ايه؟ اكيد ما عنديش مشكله طبعا. اتمنى ان ابقى موجود، لكن في الاول وفي الاخر انا لسه على ذمه نادي طلائع الجيش، ومش هيحصل اي حاجه غير لما النادي هو اللي بوضوح في يناير اللي جاي من حقك تمضي لاي فريق. بالظبط. هل تم التاجيل ليناير المقبل؟ لا ما اتفقش. لا ما حصلش. ما حصلش خالص يعني. لا لكن انت حلمك او املك او هيبقى شيء جميل انك تروح للنادي الاهلي. بالظبط يا كابتن. في المسابقه السؤال بقى، طب انت حارس اول وكابتن نادي طلائع الجيش، والحراس لما بيجي حارس لحارس بيجز وبيغل وبتبقى مشكله وحدوته، هتبقى قصه. نفترض انك رحت النادي الاهلي، تبقى قصه ازاي بينك وبين الشناوي؟ اولا زي ما حضرتك بتقول الموضوع طبعا في الاول هيبقى صعب جدا. انا رايح يعتبر رقم 2. لكن يعني المنافسه دايما طالما موجوده في الملعب ليه لا، ما بقاش احصل على فرصه وابقى موجود. حصل مع الشناوي الكلام ده. الشناوي كان راح رقم 3 النادي الاهلي. دلوقتي ما شاء الله بقى الجون رقم 1 في مصر. صحيح. فوارد جدا اروح، الظروف تخدم، اخد ماتشات، ابقى اظهر بشكل كويس، يتم ده. حابب ان تفتح لك الفرصه دي؟ اكيد طبعا. ومرحب بيها طبعا. الباشا بقى، ما كنت رحت قبل نهايه الكاس، ما كنت صديت السوبر الثلاث بلينات، وكانت القصه خلصت يا باشا. يا كابتن ده بطوله تتحسب زي ما سمير قال يعني، بره الاهلي والزمالك الموضوع مختلف. قبل السوبر يا بسام وخلاص، وما فيش بلينات ولا حاجه يعني. لا والله انا فرحان لك جدا، وفرحان النادي طلع الجيش لانه يستاهل يعني. كان في تفاوض مع النادي الاهلي. حصل. بس يعني انا يمكن كان كل الكلام يا كابتن يعني برضه زي ما بسام قال كده، يمكن انا ما فيش مسؤول، ما فيش امير، ما حدش كده. وكلام وكده. وطبعا انا لما اتعرض عليا يعني زي ما بسام رحبت جدا، وما كانش عندي مشكله. مره واحده كل حاجه وقفت وكل حاجه اتقفلت خالص. عندك وكيل امين ولا وكيل بيعمل بروباجندا؟ لا انا يمكن الموضوع ده كذا حد كلمني فيه، وكان في ناس حتى من جوه النادي. من جوه النادي عندك؟ لا من جوه النادي. من جوه النادي الاهلي. يعني مثلا بتسمع كلام، ده انت اسمك مثلا طرح في اللجنه الفنيه، ده انت راجل مثلا مستر موسيماني معجب بيك، كل الكلام ده كابتن كان بيحصل وكان بيجي لي. فالكلام ده كله انا يعني كنت ببقى طبعا بس مرحب. مرحب طبعا. انت فاضلك قد ايه في العقد؟ فاضل لي سنتين. سنتين يعني. كنت ببقى مرحب جدا. لحد مره واحده المفاوضات. الفوز بالسوبر ممكن يغير من وجهه نظرك انك لا ممكن اكمل بقى، والنادي بدا ياخد بطولات، تحط رجل على طريق البطولات في نادي الجيش؟ لا يا كابتن، هو دايما يعني احنا كده كده عندنا نادي الجيش في دايما بيبقى في دايما مجموعه صحيح كويسه ومجموعه
المجموعة لعيبة تقدر من خلالها تعمل حاجة، لكن الطبيعي في الكورة ان كلنا دايما بندور على تحدي جديد وخطوة جديدة. في عروض تانية من اندية تانية موجودة؟ في كتير يا كابتن. يعني طبيعي ان الواحد الحمد لله عامل موسم كويس فبتبقى في عروض كتير، لكن هو طبعا زي ما كابتن بسام قال وانا كمان بقول ان اي حاجة بتبقى من خلال نادي الجيش، لان احنا مرتبطين بعد نادي الجيش وإدارة محترمة والناس الصراحة ما بتقصرش معانا في حاجة وبتقف معانا في كل حاجة. تجربتك الأفضل بعيدا عن نادي طلائع الجيش كانت فين؟ الداخلية. التجربة اللي صعب عليك فيها شوية كنت حاسس ان كنت ممكن تبقى افضل؟ المصري. تجربة الزمالك بتحاول تسقطها ليه من ذاكرتك دايما؟ لا هو تجربة الزمالك يعني عشان انا السنة كلها ما كنتش حسيت انت اتظلمت فيها. فما بحبش اتكلم فيها يعني. الباشا ملوش تجارب مش عارفين نقول مش عارفين. لا انت كابتن قول من 14 سنة. بس انا بتصنف نفسك رقم كام في مصر دلوقتي؟ يعني دخولك المنتخب ثم خروجك من المنتخب، كنت مقتنع انك خرجت عن حق ولا كنت لازم تبقى موجود؟ ايا كان يا كابتن كان قرار محترم، انا احترم اي حاجه جدا يعني. انا ما كنت طبعا كنت زعلان ان انا ما كنتش موجود، لكن زعل على عدم وجودي في صفوف منتخب مصر، لكن محترم القرار جدا. كان كابتن حسام وكابتن ايمن كنت محترمه جدا جدا جدا، وكنت دايما وجود كيروش في المباراه بجهازه الفني بوجود عصام الحضري. كلموك الحضري يكلمك بعد المباراه ولا حاجه ولا ما عرفش تليفونك؟ لا معاه، هو معاه تليفون من زمان بس ما حصلش يعني. ما حصلش لسه. شايف ان المنتخب بقى قريب تاني ان شاء الله بنسبه كبيره. وجودك في منتخب الشباب وتاهلك لكاس العالم يخليك عندك الحلم دايما انك تبقى موجود مع المنتخب، خاصه ان قدمت موسم رائع السنه دي. والله يا كابتن يعني انا بسعى وعارف ان هي خطوه ان شاء الله باذن الله تيجي، عشان انا تعبت عشانها ان شاء الله. طبعا تعبت. هديكوا الاسئله السريعه اللي هختم بيها، وفي الاخر هسيب كل واحد فيكم يقول رسالته. والسؤال دايما للاثنين، المدرب الافضل في مشواري مع كره القدم هو؟ كابتن ربيع ياسين. مدير فني ولا مدرب حراس؟ زي ما انت عايز. ممكن تختار ده وده. مدرب حراس اقول اثنين، كابتن محمد يونس وكابتن سيد سوركي. مدير فني كابتن عماد سلمان. حلم الاكبر اللعب لهذا انت نسيت بسيوني ولا ايه؟ لا كابتن بسيوني ده في حته ثانيه خالص. حته ثانيه بس انت قاعد بتتفرج دلوقتي يعمل لنا مشكله وكابتن بسيوني. احنا كابتن طبيعي مش هنقول كابتن بسيوني دلوقتي عشان هو ما احنا لو قلنا كابتن بسيوني لازم تلحقوا نفسكم. حلم الاكبر اللعب لهذا النادي؟ النادي الاهلي. نفس الكلام. رد الاعتبار كان الدافع الاقوى لفوزنا على الاهلي والتتويج بكاس السوبر، صح ولا غلط؟ بالنسبه لي انا كان صح. صح. فوز طلائع الجيش بالسوبر مقدمه للمزيد من الانجازات والبطولات في السنوات القادمه، ممكن؟ ممكن طبعا. عندنا لعيبه محترمه ان شاء الله باذن الله. اوافق على البقاء في طلائع الجيش في هذه الحاله؟ الفلوس تبقى كويسه. يعني ما هو برضه مستقبل يعني. ما تزعلش في حاجه يعني. وانا اكتر مكان يا كابتن نفسيا لعبت فيه وتحت فيه هو المكان ده طبعا. يمكن زي ما حضرتك بتقول تقديرا بالتقدير مادي وتقدير مكانتك في الفرقه، وان كان انا ككابتن فرقه اكيد مش هتمنى ان انا ابقى اخرج من النادي، بس في نفس الوقت محتاج تقدير المادي طبعا. الفوز باحد الالقاب المحليه على الاهلي او الزمالك بيعادل 10 بطولات، صح ولا غلط؟ مليون المية. 20 بطوله. 20 مليون المية. هسيبك تقول كلمه اخيره. اتفضل. انا طبعا يعني الحمد لله احب ان انا من خلال حضرتك يا كابتن اشكر، يعني في ناس بتبقى دايما سبب في النجاح بعد ربنا. كان على راسهم والدتي. يعني حابب اشكرها. نسيت اسالك سؤال على الوالده، كويس انت فكرت. حابب ان انا اشكرها من خلال حضرتك. شكرا يعني بشكرها على كل حاجه عملتها معايا، لان انا يمكن والدي متوفي من وانا صغير، فهي كانت بعد ربنا سبب كبير جدا. وبشكر طبعا زوجتي واولادي ان هم دايما. الزوجه طبعا. لا والله والله يا كابتن مش كلام. ان انت بتوصل لمرحله ان يعني انا يمكن بقالي 5 سنين متجوز يعني الحمد لله. من ساعه برضه ما اتجوزت وانا الامور الحمد لله بقت كويسه في حياتي الحمد لله. حابب برضه اشكر زوجتي على كل حاجه بتعملها معايا، واخويا محمد حابب برضه اشكره. يعني لازم من خلال حضرتك كل الحاجات دي اقولها. وفي حد برضه يعني معلش انا حابب اشكره. اتفضل. كان هو كابتن خالد الزيني ده. جزء اختي الكبيره ده وانا صغير برضه كان سبب كبير جدا جدا بعد ربنا. ما شاء الله. لما مشيت من الزمالك هو اللي وداني اصلا ناشئين الداخليه. والله ده اصلا مدرب حراس مرمى. ويعني مدرب حراس مرمى كويس جدا، فبشكره طبعا وبشكر جميل. اي حد ساعدني لو بحاجه بسيطه ان انا ابقى في المكان ده. احسن لعيب في مصر السنه دي كان بن شرقي. صوره الوالده
واحلام او احتفالات مؤجله اكيد اسعدك انه قدرت تهدي لها حاجه. اكيد يا كابتن، يمكن الحمد لله ربنا اراد ان انا احتفل بالتيشيرت ده في بطوله. اهو انا كان نفسي احتفل بيه في نهايه الكاس، ربنا ما ارادش. يمكن حافظت على التيشيرت وكان عندي احساس طبعا كان عندي احساس ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطري واحتفل بيها، لان هي تعبت معانا جدا انا وعمر اخويا جدا جدا يا كابتن. والله هي من احد الاسباب اللي الواحد موجود مع حضرتك دلوقتي في برنامج محترم زي ده مع اعلامي كبير زي حضرتك، ان انا اقعد موجود دلوقتي مع انا مش قادر اتكلم والله يا كابتن. يمكن تعبت معانا جدا، تعبت معانا جدا جدا، وربنا يرحمها يا رب، ويا رب يجعلنا صالحين ويتقبل دعانا ليها، لان هي فعلا تستاهل كل ده. احسن مهاجم في مصر؟ اقول ثلاثة. قول منهم اتنين كده. قول محمد شريف، صلاح امين، وان شاء الله عمر بسام السنه دي. عمر اخوك راح فين؟ راح المقاولين. ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. احسن حارس مرمى في مصر؟ بسام. انت تقول بسام. محمد الشناوي. محمد الشناوي، مبروك يا بسام. الله يبارك فيك. وبالتوفيق دايما ان شاء الله. والحلقه النهارده كمان بتقدمكم بسلوك جميل جدا وبشكل جميل جدا وباحترام وانضباط، وده مش غريب لان انتم من يعني نادي طلائع الجيش اللي عرف عنه دائما وابدا الاحترام والانضباط والالتزام، وبالفعل من القلب والله بنقول لكم الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. نورتنا. اشكرك يا سمير، شرفتنا ونورتنا، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وتبوس لي البنات الصغار. ربنا يخليهم لك يا رب. خلص الكلام اعزائي المشاهدين والمستمعين، مسك الختام دايما. سلام.